يا عين هيروح من قلبي فين؟ إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ صباح الخير لكل يلي عم بيرافقونا اليوم عبر ام تي في لايف. صباح الخير جاد. صباح الخير لي. تمام تمام، انت كيف؟ تمام. نحن بلشنا امبارح مع شاديا، واليوم كمان رح نحكي اكثر عن وداع مصر لها الفنانه المصريه المميزه يلي قدرت انه تترك بصمه. بتعرف في جيل كامل ما بيعرفها يعني، صح. بعد قرار الاعتزال، ولكن هي حاضرة، وهيدي روعة الكبار، صح مثل ما بيقولوا، وقربة للناس وين ما كان. 100% أنا بتذكرها على مع فؤاد المهندس، وبتذكرها مع يعني عبد الحليم حافظ، وأسماء كبيرة كانت يعني معهم، ويعني بتحس أول آخر من السبعينات وبتطالع كمان، وحتى قبل. شادية فنانة كبيرة، أنا امبارح عرفت بالخبر، ويعني حلوة هدول هيك مثل مجوهرات بعد هدول بهالأيام. بكل أسف يعني هيدا حكم الوقت وحكم حكم القدر، والناس يعني ما بتبقى للأبد، بس تبقى ذكراهم أكيد. فعلاً. أكيد فعلاً. للأبد بقوا حاضرين بقلوب اللي بيحبوه. رح نحكي شوية عن حلقة اليوم. بحلقتنا لليوم مارك رح يكون ناطر اتصالاتكم عن النباتات والشتول، وكمان رح نحكي أكثر عن مهرجان بيروت ترنم يلي مننطره من ميلاد لميلاد بقلب العاصمة اللبنانية بيروت. مواضيع كثيرة لليوم بالأكيد. أدي رح يكون محضرنا أكلة طيبة بواتس كوكينج، رح نحكي عن علاقة الابن ببيو اللي كان عنده حياة نوعا ما مش كثير ناجحة، تأثيرها عليه. اليوم بهيريتج أند كلتشر رح نحكي عن أشهر الجواسيس العرب، موضوع شيق مع دكتور عماد مراد، بالإضافة لفقرات تانية مثل بيوتي مع ليلى عبيد وغيرها وغيرها ضمن الإلايف. رح ننتقل لتكنولوجي. جاد، شو أبرز الأشياء اللي رح نحكي عنها اليوم؟ اليوم حنحكي عن اكتشاف كثير حلو بعالم الطب، يقدر نعرف أكثر الخلايا اللي ممكن تكون سرطانية، ومن خلال مواد معينة بتنحط بالدم. حنحكي عن تفاصيل أكثر، حنحكي أكثر شوي هيك بس رؤوس أقلام عن الحل الاقتصادي بالتكنولوجيا من بعد سايبر موندي ومن بعد بلاك فرايدي، وحتى في أفكار كثيرة يعني. خلينا شوي هيك نترك الفيديوز الشيقين لمشاهدينا بحلقة التكنولوجي بعد شوي. ممتاز جد، رح نلاقيك بعد شوي. رانيا وأنا بنكون معكم بعد كم دقيقة بأب تو ديت، خليكم معنا. أنا بدي أقول صباح الخير لكل المشاهدين، وبدعية طبعاً بعيد المولد النبوي الشريف، وأتمنى أنه كل الأعياد ما تحمل معها إلا الخير والبركة والسلام وراحة البال. أهم شيء بقول كمان صباح الخير لإلي بوجود. صباح نور رانيا، بنقول أمين يعني كل تمنياتنا هالأعياد اللي بنحتفل فيها سوا بلبنان أنه تحمل أيام حلوة، والاتكال على هالتسوية السياسية يلي ناطرينها وقدرة بلكي تنقل لبنان لمساحة من الأمان بقلب هالشرق ان شاء الله، لانه بصراحه في شويه قلق يعني، وخصوصا هلا مع كل الطلبات او مع كل الشروط خلينا نقول يلي حطتها السعوديه على لبنان، بحال صار في تراجع عن الاستقاله، فما بنعرف لهلا كيف رح بتكون مجرى الامور اللي جايه. هلا الكل حاطط شروطه يعني. نعم هيك. تنشوف. رح نروح على وداع مصر للفنانه الكبيره شاديا يلي تم بحضور عدد كبير من الفنانين والمئات من محبيها. رحلت النجمة الكبيرة شاديا عن عمر 86 سنة بعد صراع مع المرض. ولدت شاديا واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر بعائلة فنية، بيها كان بيهوى العزف على العود وبيحب الغناء، مما شجعها أنه تدخل عالم الفنون. أطلت على الجمهور بأول مرة بدور ثانوي بفيلم أزهار وشوك عام 47، قبل ما تشارك بنفس العام بفيلم العقل في إجازة أمام المطرب محمد فوزي. وقدمت شاديا أفلام متنوعة ببداية عملها بالفن، حملت الطابع الكوميدي واشتهرت بدور الفتاة المدللة حتى أطلق عليها لقب دلوعة السينما، إلا أنها تخلت عن الغناء بعدد من الأفلام لتثبت أنها ممثلة
ممثلة متمكنة وفنانة حقيقية، وعلى مدى مشوارها الفني قدمت أكثر من 100 فيلم سينمائي، شيء من الخوف ونحن لا نزرع الشوق، والمرأة المجهولة ومعبودة الجماهير، والزوجة رقم 13. خلينا نشوف رانيا مشهد من واحد من أجمل الديوات يلي جماعة بعبد الحليم يلي هو حاجة غريبة ومتابع أبتدي. يا إلي منرجع بالزمن، رح نرجع من هالزمن لزمن التكنولوجيا اليوم، وميزة جديدة من تطبيق واتساب ناطرينا الكل. عم يتجه تطبيق التراسل الفوري واتساب لإطلاق ميزة بتيح فتح روابط يوتيوب داخل نافذة المحادثة، يعني المستخدم رح بيكون عم يقدر إنه يشوف الفيديو ويكمل الدردشة بنفس الوقت. كان قبل المستخدمون عم يضطروا لمغادرة الويندو و يروحوا بي على تطبيق واحد، يعني أو يوتيوب أو واتساب، ومثل ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية رح بيكون بيقدر المستخدم بأنه يتحكم بشاشة الفيديو لحتى يقدر يشوف نوافذ المحادثة والتواصل عن طريقة. جرى إطلاق التحديث ل فائدة الأجهزة اللي بتشتغل بنظام التشغيل iOS، والمترقب بأنه يصير قريباً لأندرويد بوقت لاحق. وتعرض واتساب لانتقادات عديدة بسبب تأخره بإطلاق هالميزة هاي، بخلاف فيسبوك يلي طور عرض مقاطع الفيديو بشكل كتير كبير. رح نروح على خبر تاني، مدة إذا بدك التعري قدام الأماكن العامة موضة بكل أسف صايرة موجودة. فقد أوقف أمريكيين بتايلند بعد ما نشروا على حسابهم عبر تطبيق إنستغرام صورة بتكشف على أجزاء عارية من جسمهم، وأوقف الرجلين الثلاثينيين عندما كانوا بنقطة التدقيق بأحد مطاري بانكوك الدولة. طبعا هون الصورة سانسرد عنا، وقد أدرجا على القائمة السوداء بعد ما نشروا الصور الملتقطة أمام هالمعبد الأشهر ببانكوك. اضطروا يدفعوا غرامة $150 بسبب سلوكهم غير اللائق بمكان عام، إلا أنه لم يفرج عنهم بانتظار أنه يقرر القضاء إذا ما كانوا سيلاحقوا بموجب قانون الجرائم المعلوماتية الصارم جدا هناك. ساعتها بيواجهوا احتمال السجن لأشهر وحتى لسنوات عديدة. يعني مش مقبول اللي عم بيصير، ما بقى في أبدا أي معايير للأخلاق. عم نشوف إلي بعرف شو هالموضة، 150 بفتكر قليل عليهم. ويمكن رانيا حتى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني من يومين شدنا كمان على إهانة المقدسات بإطار فعلا. تحت حرية التعبير، بقى واحد بيتفاجأ إنه إذا حرية التعبير هي بأذية الآخر وبشتم الآخر، ما بعرف إنه إذا هيدي خصوص الأمور الدينية يعني مش مقبول. بقى خلينا نقول سريعا آخر خبر لليوم عن الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، يلي قالوا إنه رح بيتزوجوا قريبا وأعلنت الخطوبة رسميا. وبلشت التساؤلات كيف التقوا، هن أعلنوا سابقا بأنهم التقوا عن طريق صديق مشترك. مين هالصديق؟ تساؤلات كثيرة. كتبت صحيفة The Times على صفحتها الأولى بأنه هالصديق المشترك هو مصممة الأجزاء ميشا نونو يلي ولدت بالبحرين ونشأت ببريطانيا. وقالوا أنه زوجها المنفصل عنها كان يروح على نفس المدرسة مع الأمير هاري، وهي صديقة مقربة من الممثلة ميغان ماركل، وقضوا سوا صيف 2016. ولكن صحيفة ديلي تيلغراف قالت بأنه صديقة لهاري من لما كان مراهق جمعت بيناتهم، وهي فايولت فون ويستن هولز، وساعدت بتنظيم يوم ترويجي للدراما التلفزيونية سوتس اللي كانت هي عم تمثل فيه، ومن وقتها تم اللقاء بيناتهم والحب كمان. يعني أخبار العائلة الملكي البريطانية على طول الناس بتحب تعرف عنا، وهن مادة دسمة لهذا الموضوع. أكيد وبحبوا يتمثلوا فيهم كل الشباب. لح بتركك تتوجه لعن جد نبلش بتكنولوجي.